عاجل. عقاب شديد جدا لإلهام شاهين بسبب تصريحاته عن أحمد زاهر. ابنة شقيقة إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالتها الجريئة في أحدث ظهور لها. أحمد زاهر يبدأ تصوير مشاهده في فيلم الفارس أوائل فبراير المقبل. أحمد زاهر يمنع ابنتيه من مشهد البوسة وللمعجبين ممنوع. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب أحمد زاهر ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع أحمد زاهر. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. رسوان توفيق عن رفض أحمد زاهر مشاهد القبلات هو البوس مذكور في القرآن. استنكر الفنان رشوان توفيق الهجوم على الفنان أحمد زاهر خلال الأيام القليلة الماضية بعد يبدأ رفضه في تجسيد مشاهد القبلات في السينما والتلفزيون، إذ وصفها بأنها سيئة جارية لصاحبها حتى بعد وفاته. قال رشوان توفيق في تصريحات للوطن إن أحمد زاهر لم يخطئ في مثل هذه التصريحات، مبررا ذلك بقوله: كل واحد له وجهة نظر شخصية، في شخص منفتح وشخص آخر يرفض تلك السلوكيات، فهذا قدره في هذه الحياة. وأشار إلى انتقاد البعض لأحمد زاهر بعد تصريحاته بأنه يرفض أداء بناته لهذه المشاهد أيضا، إذ بعث رسالة إلى أصحاب تلك الانتقادات قائلا: عاوزين أبوهم يعقدهم من التمثيل، يعني طالما مش هيتباسوا، هو البوس مذكور في القرآن. وأشاد رشوان توفيق بالموهبة الفنية لبنات أحمد زاهر ليلي وملك قائلا: ممثلات موهبات وجميلات زي الأمارات. يذكروا أن الفنان أحمد زاهر قد أعلن قبل أيام رفضه التام للقيام بأي مشاهد تتعلق بالقبلات في الأفلام باعتبارها مثيرة للغرائز، مؤكدا في تصريحات له أن مثل هذه المشاهد تعد سيئة جارية في حق أصحابها وأولاده وأحفاده، فضلا عن رفضه تقديم بناته ملك وليلي لمثل هذه المشاهد التي بها بوس. وشن الناقد الفني طارق الشناوي هجوما حادا على الفنان أحمد زاهر إثر هذه التصريحات، إذ قال للوطن إن مثل هذه التصريحات والآراء القاسرة تظهر أن هناك ممثلين لا يعرفون دور الفنان، فضلا عن أن الفنان يمثل دورا على الشاشة وليمثل نفسه. أقول له: طيب لماذا لا ترفض أن تكون سفاحا أو قوادا أو قاتلا مستعد تعمل كل ده وتيجي عند القبلة ويقول لك لا؟ طب إيه الفرق؟ لافتا طالما ده تمثيل ليه بتتحفظ على حاجة بعينها؟ رفض مشاهد البوس والأحضان يثير الجدل حول أحمد زاهر. أفصح الفنان المصري أحمد زاهر عن رأيه فيما يتعلق بالمشاهد السينمائية الساخنة والقبلات التي تحدث بين الفنانين والتي أثارت جدلا كبيرا لسنوات طويلة. وقال زاهر أنه شخصا لم يقدم أي مشاهد ساخنة أو قبلات طول مسيرته الفنية وفقا لموقع في الفن اليوم الاثنين. وأضاف الفنان أحمد زاهر: أنا إنسان شرقي ومربي بناتي على خطوط حمراء، فمشاهد البوس والمشاهد الساخنة سيئة جارية. ومضى في القول: حتفضل هذه المشاهد سيئة جارية في حياة صاحبها وحياة ولاده وأحفاده، وأنا عمري ما قدمت مشاهد ساخنة، وزي ما عملت اليودي لنفسي بناتي برضو عندهم نفس اليود. جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر هو مسلسل لؤلؤ الذي يعرض خلال الفترة الحالية، ويحتوي المسلسل على 40 حلقة، ويشارك عدد من النجوم رفقة الفنان أحمد زاهر في البطولة، منهم مي عمر ونجلاء بدر ونرمي الفئي ومحمد الشرنوبي وإدوارد وهايدي كرم وآخرون. وفي لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامي المصري رامي رضوان، قال الفنان المصري يوسف الشريف: قال الفنان المصري يوسف الشريف إنه قرر عدم المشاركة في أي عمل فني به مشاهد ساخنة بعد أن نصحه والده بالابتعاد عن هذا النوع من الأعمال بسبب بعض اللقطات التي تضمنها فيلم هي فوضى الذي كان يجسد فيه دورا رئيسيا. كما أوضح الشريف أنه يضع شروطا في عقود أعماله حرصا على عدم تقديم مشاهد ساخنة، مضيفا أن قراره تسبب في حرمانه من عدة أدوار وجعله محل سخرية من زملاء له في الوسط الفني. واضطر بعدها الفنان المصري للرد على تلك المغالطات داعيا الناس الى احترام موقفه من المشاهد الحميمية، ومؤكدا انه لا يفرض رأيه على احد. لكن تصريحات يوسف الشريف حول المشاهد الجريئة جرت عليه وابلا من الانتقادات، حتى ان بعض العاملين في المجال الفني وصفه بالرجعي او شبه حديثه بكلام الشيوخ. احمد زاهر لهذا السبب كرهت حياتي ومنعت بناتي من التمثيل.
إطلالة أنيقة وجذابة جعلتها محط أنظار الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، ما جعلها تتصدر محركات البحث جوجل. أصبحت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر فتاة أحلام لكثير من الشباب، وأيقونة لفتيات جيلها، حينما أطلت بفستان أزرق طويل ذو أكمام طويلة من توقيع المصمم سامو هجرس. اعتمدت الفنانة الشابة على المكياج الهادئ من الألوان الترابية الذي جعلها محط أنظار الجميع، ويتغزلون بها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام. وبعدها تصدرت ليلي أحمد زاهر محركات البحث، يقدمهن أبرز المعلومات عنها خلال السطور التالية. ليلي زاهر ولدت في القاهرة في 30 من أغسطس عام 2003، وتبلغ من العمر 18 عاماً. ابنة الفنان أحمد زاهر، شقيقتها ملك أحمد زاهر، وهي فنانة شابة أتقنت العديد من الأدوار، وكان آخر أعمالها مسلسل لؤلؤ مع والدها الفنان والفنانة مي عمر. بدأت مسيرتها الفنية عام 2008 وكانت تبلغ من العمر حين 5 سنوات. بعدها أقنع الفنان تامر حسني والدها بأن تمثل هي وشقيقتها معه في فيلم عمرو وسلمى، وتولت أدوارهما لاحقا بين السينما والتلفزيون. كانت من أبرز الجملة الشهيرة لها داخل فيلم عمر وسلمى: انت بتعرف تعمل ايه يا ساتر. كان أخفاه هي وشقيقتها ملك والدهم الفنان أحمد زاهر عن الأنظار وعن الصحة الفنية، وكان أكد والدهم أنه يعلم ابنتيه الطفلتين ليلي وملك حفظ القرآن والمواظبة على الصلاة. يمنعها والدها وهي وشقيقتها من أداء الأدوار الإغراء في الفن إذا قررتا الاستمرار في التمثيل، مؤكدا على قرار دخول ابنتيه عالم التمثيل حدث بإقناع من صديق عمره منذ 13 عاما تامر حسني، حيث اشتركتا معه. تلقت عرضا للزواج قبل عام من احد المتابعين لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، حينما شاركت متابعيها عددا من الصور التي بدت خلالها باطلاله شابه مليئه بالانوثه، وهو الامر الذي اثار اهتمام ودهشه المتابعين متسائلين: هي دي الطفله ليلي في عمر وسلمى كبرت وبقت عروسه؟ الهام شاهين: والدي مات غضبان علي وقطع علاقته بي وبوالدتي. كشفت الفنانة الهام شاهين عن أن التحاقها بمعهد السينما كان عكس رغبة والدها. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب تصريحات الهام شاهين الغير مبررة؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم بالتعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.